من جانبه أكد السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية على التوجه الملكي في دعم كل من سوريا وتركيا ودوره في التحفيز على البذل والعطاء ومساندة الأشقاء والأصدقاء في مثل هذه الظروف. التوجه الملكي يحفزنا صراحة على بذل العطاء والتضحية والمساندة إلى هذا الشعب المنكوب. ما في أحد منا الداني والقاسي ما شاهد ما تعرض له هذا البلدين من دمار في الأرواح والجرحى والمنشآت والمباني. حدث إلهي غير مسبوق في على الأقل في عصرنا الحديث. حسب الجيولوجيين يقولون وبعضهم يرجع إلى 200 سنة وبعضهم إلى أكثر من هذا الشيء. فصراحة أتوقف عند إذن الدعم والمساندة والتبرع شيء أساسي. شعبنا جبل على العطاء والأيادي البيضاء في صفوف شعبنا كثار ويحبون ويسعون إلى عمل الخير وفي جميع الظروف